وبركاته أوفياء قناة القلم الفضائية. أهلا الجديد والمباشر من رجع صدى. رجع صدى انطلاقا من الندوة الصحفية اللي قام بها السيد علي العريض رئيس الحكومة، واللي جت فيها العديد من التصريحات، أبرزها تصنيف أنصار الشريعة كتنظيم إرهابي، كذلك تحديات تحكى عليها رئيس الحكومة واللي هي تحديات مالية وأمنية وتحقيق الانتقال الديمقراطي. كذلك تحدث السيد علي العريض على حكومة انتخابات. هذا الكل باش نجيوها مع ضيفي الموجودين معايا في الاستوديو الآن، اللي هما السيد محمد ضياء الدين بن عمر عضو المكتب السياسي للتيار الديمقراطي، أهلا وسهلا بك سيدي. كذلك السيد كمال عمرو السيا، اهلا وسهلا بك، منسق الجهوي للجبهه الشعبيه وعضو الحركه العضو القياده الوطنيه لحزب العمال ومنسق جبهه الانقاذ في جهه صفاقس، اهلا وسهلا بك. كذلك معنا في الاستوديو، معنا عبر الهاتف، السيد ماهر زيد اللي هو خبير امني وصحفي استقصائي، باش يحكي لنا على الاغتيالات السياسيه واللي هو موضوع حصتنا اليوم، اغتيالات سياسيه والاحداث اللي صايره في الشعبي، كذلك على الاسبوع الرحيل اللي باش نشوفوا تداعياته مع ضيفي اليوم. اول ما نبدا مع ضيفي سي محمد ضياء بن عمر، باش تعطيني تعليقك على كلمه رئيس الحكومه فيما يخص تصنيف انصار الشريعه كتنظيم إرهابي. والله في البداية ساعة يظهر لي حد ما هو فرحان بتصنيف منظمة وإلا جهة تونسية، ما هم في الآخر إلا تونسة، باش نعلنوا اللي راه في تونس عندنا جماعة إرهابية، ماهوش خبر مفرح الحقيقة. لكن الأكيد رئيس الحكومة أعلن على الخبر هذايا نظرا لوقائع مادية حصلت ممكن تراكمت في الفترة الأخيرة. للتعليق على الخبر هذا يتطلب الحقيقة برشا كلام، مش في وقت قصير، خاطر نعرفوا اللي تعريف الإرهاب تقريبا ما نش متفقين في العالم كل على تعريف الإرهاب. دونك وصف جماعة بأنها إرهابية فيها نظر ونقاش، وأكيد المجتمع التونسي في الفترة هذه باش يناقش برشا الخبر هذايا. الشيء الأكيد اللي أي جهة تحمل سلاح على الدولة التونسية ولا تهدد أمن التوانسة يجب التعامل معها بكل جدية وتطبيق القانون، لكن تطبيق القانون مرة أخرى مش معناها الناس هذوما ولا الجماعة هذوما باش نهضموا لهم حقوقهم معناتها ما يلزمش يترتب على الشيء هذايا أنهم يتعرضوا للتعذيب ولا ما يتمتعوش بمحاكمات عادلة إذا كان متورطين في قضايا ولا دونك المقاييس والمعايير نتاع حقوق الانسان يلزمها تتطبق، خاطر في السابق حتى في النظام السابق في انظمه عربيه اخرى كانت فزاعه الارهاب، نعرفوا شنو ينجر بعد ما يتم الاعلان على جماعه ارهابيه ولا حاجه من النوع هذايا. في تونس برشا ناس حكت على انصار الشريعه منذ فتره طويله الحقيقه. الجماعة هذه في البداية الناس كلها تفكروا تصريحهم اللي هم معناتها قالوا راه تونس ماهاش أرض جهاد، هي أرض دعوة، وبرشا ناس اختلفت حتى وقتها، فما اللي فرحوا بالتصريح هذا، فما اللي اعتبروه راه نظرا لمعرفتهم بطبيعة التنظيمات هذه. على كل حال معناها قرار هذايا باش تكون ليه استتباعات اكيد الحكومه بما انها اعلنت ان المجموعه هذه ارهابيه. على كل حال نستنوا تفاصيل اكثر على خاطر الملف الامني هذايا معقد شويه، اكيد تصريح من رئيس الحكومه ماهوش كافي، يلزم الحكومه تعطي اكثر معلومات باش نجموا نكونوا معناها نعطوا راي نتعمقوا اكثر في الموضوع هذا. هل استبعدكم سي كمال عمرو سيا التصنيف انصار الشريعه كتنظيم ارهابي؟ لا، في الحقيقه هو الملاحظه الاولى والرئيسيه اخيرا معناها حكومه الترويكا تعترف فما ارهاب في البلاد. واخيرا معناها تستجيب، وبعد ما معناها كان يلزم يسحل لطفي نقف، وكان يلزم يستشهد شكري بالعيد، وكان يلزم يستشهد البراهمي، وكان يلزم العشرات من جنودنا الابرار يستشهدوا باش مؤخرا من حكومه حركه النهضه تعترف اللي فما ارهاب. لكن هي اعترفت منذ الاغتيال الشهيدين. لا لا لا, 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 لا ما اعترفتش فما ارهاب، ما اعترفتش فما ارهاب بالكل، وهي كانت تتساهل مع الارهاب. والحقيقه قبل معناها من نوجهوا التهمه الانصار الشريعه ارهابيين او لا، هات نحملوا المسؤوليه
شكون اللي غذى وخلق مناخ للإرهاب، وهات شكون اللي دعم. يا أخي مش عنا أشهرة، مش أشهرة، منذ وصول حركة النهضة لدفة الحكم كنا نشيروا لهم راهو فما سلاح يدور في البلاد، وراهو فما إرهاب، وراهو فما مناها الحدود التونسية مفتوحة، وراهو البلاد مناها معشش فيها الإرهاب. النتيجة اليوم أنه أخيرا مناها تم في ظل الأوضاع هذه، في ظل الأوضاع والأزمة الخانقة اللي تعيشها البلاد السياسية والاقتصادية، مؤخرا تم الاعتراف أنه فما إرهاب. وحقيقة هذه خطوة باش تنجر عليها برشا استتباعات، استتباعات رئيسية في علاقة بحركة النهضة وأنصار الشريعة، ثم أيضا في علاقة بحركة النهضة والمجتمع الديمقراطي ككل. واضح. طيب نرجع الموضوع حصتنا الرئيسي اللي هو الاغتيالات السياسية وأحداث شعبي، وكذلك أسبوع الرحيل اللي باش نشوفهم بعد شوية تداعياته، الاغتيالات السياسية وتطورات ملف اغتيال الشهيد شكري بالعيد ومحمد البراهمي منذ مدة حقائق عدة تم التصريح بها، وهناك يعني تقريبا من يقول أن هناك تقصير أمني وتقصير من قبل وزارة الداخلية في التحقيقات أو في وضع اليد على المتهمين. نرجع للسي محمد ضياء عضو المكتب السياسي للتيار الديمقراطي، هذه الاغتيالات السياسية واستهداف السياسيين والملف الأمني اللي ما زال حقيقة يعيش في غموض، معناتها كيفاش يعني تراوك حزب التيار الديمقراطي كيفاش يلزم الخطوات تكون فعلية في أنه نقضيه على ملف الاغتيالات هذه أو نقضيه على حالة الاغتيالات خاصة اللي تستهدف السياسيين؟ والله يلزم نعرف ساعة شكون الجهات اللي قاعدة تقوم بالاغتيالات هذه. ما الاغتيالات دي ما تصير في الدول الكل، راه ما نجموش ننفوا الحالة هذه. هذا مش معناها باش نهونوا من خطورة الاغتيالات السياسية، لكن الاغتيالات ديما تصير في 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 كل الدول المتقدمة ولا دول أقل تقدما، ديما الاغتيالات السياسية والاغتيالات بصفة عامة تصير. الحكومة باش مطالبة، الحكومة مطالبة بالجدية في التحقيق وعدم استثناء أي بيست معناها في التحقيق، مهما كانت الجهة اللي نجم تكون فما شك في تورطها أو في تسهيلها للعملية الاغتيال هذه. الجدية في التحقيقات، التسريع في التحقيقات. القضايا هذه تأخذ برشا وقت، المجتمع التونسي مستعجل شوية، الناس يحبوا يعرفوا نتائج التحقيقات، وهذا شيء مشروع معناها نظرا لجسامة الجرائم هذه وخطورتها، وما نش مستنسين بها في تونس معناها الاغتيالات السياسية. لكن ما ننسوش اللي الاغتيالات السياسية في حالات مشابهة استغرقت بضع سنوات لاكتشاف الخيوط والعديد من القضايا اللي قعدت إلى حد الآن مجهولة، ما نعرفوش شكون الطرف السياسي صحيح فيه صحيح، أو الطرف الأجنبي أو الاستخبارات صحيح، يعني تقريبا تقعد جل القضايا هكذا. لكن هذا ما يمنعش اللي الجهة المختصة بالبحث والحكومة يلزمها، حتى ولو الحكومة حاليا بدت تصرح اللي فما تقدم، فما متهمين تم إلقاء القبض عليهم، فما ارتباط بين عمليتي الاغتيال، فما تعطي شوية معلومات، وهذا المطلوب. المطلوب حتى ولو ما الملف مازال لم يغلق يلزم إنارة الرأي العام، وهذا دور اللي ممكن ناطق رسمي باسم وزارة الداخلية أو باسم الناطق الرسمي للحكومة يوضح للناس، معناها يلزم الناس تحس اللي فما جدية وفما تقدم في مسار التحقيقات. هذا هو معناها، ما فماش حاجة أخرى. يلزم تكون فما جدية في التحقيقات، تكون حرفية أكثر. إذا كان فما غموض أو فما مثالش، الحكومة كي تسمع الآراء الأخرى وتسمع حتى المواطنين العاديين ولا في الفيسبوك شنو التعليقات وكذا، إذا كان فما بعض الكلام مثالش، كي لو كانت توضح تعطي رأيها في الأشياء هذه باش تنقص برشا إشاعات وتنقص برشا كلام، معناها خاطر برشا ناس أدلوا بدلهم في الموضوع هذا، فما عن وعي ومعرفة، وفما من غير معرفة يتكلموا معناها بحماسة أو بالعاطفة ولا إلى آخره. حسب رأيي الوضوح بالنسبة للوزارة والحكومة يلزمها توضح للناس وين وصلنا في التحقيقات هذه، ومعناها ويلزم رفع الغطاء على أي جهة
لها يد في العمليه متورطه في هذه العمليه داخليه أكيد. او خارجيه اكيد انت قلت يلزم الحكومه تسمع الاراء مهما كانت. من بعد نرجع لك سي كمال باش نحكيوا على الاغتيال من جهه واحده، يعني الجبهه الشعبيه اغتيلت مرتين. باش نرجعوا بعد ما نشوفوا الفتير هذايا، مشينا للسياسيين ومشينا للمواطنين، حابين نعرفوا رايهم في الاغتيالات السياسيه. نشوفوا الفتير الاول ومن بعد نرجعوا لكم. تونس وظاهرة الاغتيالات طبعا صالح بن يوسف معناه حتى في الخارج ولكن مربوطة بتونس والتعليمات جات من تونس. فما حالات اغتيالات مازلنا ما نعرفوهاش، هل هي صارت ولا ما صارتش؟ اشاعات على شكون اللي لوحوه تحت سكة وكذا لأسباب سياسية. مانيش نحكيو على التعذيب معناها والقتل تحت تعذيب اللي هو ما عندوش علاقة بالاغتيال، عنده علاقة بتصنيفات أخرى من جرائم السلطة. وطبعا هالمصايب اللي شفناها بعد الثورة، تعرف حد من تبليغ دعوة الاعتداء عليه بسكين وقتله، هذه زاد عملية اغتيال أكيد أسباب عقائدية دينية الكل زاد هي بدأت تسمى اغتيال، صارت في سنة 2011. وبعد ذلك وقع اختيار معناها على زعماء سياسيين اللي عندهم وزن كبير ياسر. طبعا بعد نحكي شنو زعما السبب تكون سين يختار ناس معناها عندها شعبية كبرى، المرحوم الشهيد شكري بالعيد 6 فيفري، ثم بعد ذلك 25 جويلية الشهيد محمد الإبراهيمي. تعرف من بعد التبعات متاع الاغتيالات هذه شكون وراها، مهم جدا باش نعرف شكون وراها. المؤشرات اليوم وحتى منذ أشهر زادة تقول اللي هما سلفيين مثلا كيقولوا اللي اغتالوا شكري بالعيد اللي نفذوا سلفيين، هذا مو السر، قلت السلفيين ولكن قلت بعض السلفيين اللي فاهم ناس نفذت وارتكبت الجريمة هذه، كونه ينتميوا للتيار هذه مش موضوع نقاش، خاطر تنجم تمشي الكرم وبلا بلايص معينه وثبت المعلومه دي. شكون راهم هذه هو اللي محيرنا الناس الكل، لانه باختصار لو انه المساله دينيه تحرك فيهم. نعاود نذكروا قضيه فرج فوده في السابق، مثل الجماعه الاسلاميه قتلت فرج فوده على اساس كانوا عنده افكار معينه ضد التصور الديني المتشدد نتاعهم هما، واضح هاو السبب الاغتيال معروف. اليوم شو سبب الاغتيال نتاع شكري بالعيد؟ شو سبب الاغتيال نتاع محمد الابراهيمي؟ زعما المساله الدينيه ما تصورش. بالمناسبة سام فما حد من حقه باش يختال حد، وبالمناسبة كل إنسان حر يؤمن وما يؤمنش، أما حتى لو مشينا بالمنطقة الديني والإيمان هذوما زوز مش معروف عليهم كانوا من الملحدين، رغم نعاود نذكر ولا حد من حقه كونه ينحي الحياة لأي حد مهما كانت الظروف. ولكن على كل حال نعاود نذكر كي تقول لي السلفيين الساتوا هذوما بالذات الحقيقة فما حاجة غريبة. ذكرنا باللي صار في دولة شقيقة اللي رجح عليهم اللي هي شقيقتنا الجزائر في التسعينيات وتجاوزوها إن شاء الله ما عادش ترجع عليهم. أولا في التاريخ السياسي المعاصر لتونس ما عندناش ثقافة العنف السياسي بهذه الدرجة، بدرجة الاغتيالات. آخر اغتيالات نشهدوها هي اغتيال الزعيم فرحات حشاد والزعيم الهادي شاكر على اليد الحمراء في 52، يعني في أيام معركة مقاومة الاستعمار. وحتى الاغتيال السياسي اللي حصل في تونس اغتيال بن يوسف تم خارج تراب الوطن، فما عندناش ثقافة الاغتيال السياسي في تونس كما موجود في بعض الدول العربية. للأسف الشديد بعد الثورة ترافقت الثورة أيضا بانهيار للدولة وبنمو لفكر فيه غلو وتشدد، وفي نفس الوقت لتنامي عمل شبكات إرهابية، شبكات تجارة مخدرات، وتكدس كميات كبيرة من الأسلحة على حدودنا وخاصة على حدودنا مع ليبيا. هذا اللي أدى أولا لاغتيال أول ما سمع به حتى حد ونسينه الكل، اللي هو اغتيال الشيخ لطفي القلال إمام مسجد مونبليزير أحد الأحياء في قلب العاصمة على بعد عشرات الأمتار من وزارة التجارة ومن مقر الحزب الحاكم حزب حركة النهضة في مونبليزير نهار 11 مارس 2012. لم يتحدث أحد عن هذا الاغتيال، وهو اغتيال لأن شيخ لطفي القلال كان من أئمة جماعة التبليغ وكان معروف بمواقفه السلمية وبصدامه أيضا مع بعض الجماعات المتطرفة، تم اغتياله وهو يتأهب ليؤم الناس في صلاة الصبح. الاغتيال الثاني اللي صنف فيما بعد اغتيال الأول بطبيعة عن اغتيال شكري بالعيد 6 فيفري، عن اغتيال محمد إبراهيمي 25 جويلية، ولكن ما ننساوش اغتيال واستهداف العسكريين. كان أول اغتيال بالمعنى السياسي للكلمة هو اغتيال الشهيد العقيد العياري في 15 ماي 2011، مازلنا وقتها في الحكومة الانتقالية متاع البيجي قايد سبسي قبل تنظيم الانتخابات. الاغتيالات السياسية بالطبيعة هي دورها التأثير في الوضع السياسي، هي تواصل الصراعات السياسية، لكن بشكل عنيف، بشكل يوصل لحد الاغتيال السياسي. كما معروف اليوم فما محاولات كبيرة للالتفاف على الثورة بتاع الشعب التونسي، فما محاولات كبيرة معناها أن حركة النهضة تثبت أقدامها في الحكم، وفي الإطار هذايا تواجد الاغتيالات السياسية اللي هي خذت متنفس كبير من التساهل
مع ظاهرة الإرهاب، التساهل مع ظاهرة التكفير، التساهل مع ظاهرة انتشار السلاح في البلاد. وهالتساهل هذايا لشجعها باش تواصلت، باش خذات شكل بتاع اغتيال في وضحة نهار وبالسلاح. الوضع السياسي الموجود في البلاد واللي هو تقدم أشوات كبيرة وماشي للانتخابات، والأطراف اللي رافضة هذا المسار وتعرف روحها ما عندهاش معناتها نصيب في الانتخابات هذا، هي اللي مبرمجة للاغتيالات السياسية معناتها، واستغلت معناتها شريحة متطرفة واخترقتها وبرمجت لها معناتها بمخابرات أجنبية وبمال فاسد في الداخل، وحددت قائمات معينة. وبعدين نحن نسمع في أطراف تقول لك راهو الجمعة الجاية ثم اغتيال، والجمعة اللي بعدها ثم اغتيال، ووقعت الاغتيالات هذه، ونسمع فيها الأطراف هذه الكل. وذاك الاغتيال السياسي معناتها لإرباك الوضع السياسي معناتها التحول الديمقراطي وتعطيله. هذه آراء السياسيين في الاغتيالات السياسية. نرجع مع سي كمال. لمصلحة من تتم عملية الاغتيال، خاصة أنه الجبهة الشعبية استهدفت مرتين، مش كان الجبهة الشعبية، باش نرجع لك سي محمد، نشوفوا الاغتيالات الأخرى أسباب الاغتيالات، لكن الجبهة الشعبية استهدفت مرتين، الاغتيالات التي تكون من جهة واحدة لسبب لمصلحة من في توقيتها في أبعادها. هو بالعودة للسياق اللي اغتيل فيه الشهيد شكري بالعيد، نجد أن شكري بالعيد ذاته قد نبه أنه معناها يتعرض إلى تهديدات، والهدف الرئيسي من عملية الاغتيال أنذاك هي نشر الخوف ونشر الرعب والمطالبة ضمنيا بالشعب التونسي بالعودة إلى دياره. معناها فيه إشارة صريحة أن الشعب التونسي عليه أن لا يطالب بحقوقها الأساسية، سواء كانت السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية. وبصفة عامة الاغتيالات السياسية الهدف الرئيسي منها، هو نشر مناخ الرعب ومناخ الإرهاب لنصف نتيجة مقايضة الشعب، الأمن أو الإرهاب. والاغتيال متاع شكري في الحقيقة كان مدبر. علاش كان مدبر؟ وليس فقط مدبر بقدر ما أنه في تحميل المسؤولية، المسؤولية الرئيسية تتحملها الحكومة. علاش تتحملها الحكومة؟ الحكومة أصلا تم إعلامها أنه فما تهديدات يتعرض لها الشهيد شكري بالعيد. ثانيا الحكومة لم تواجه ولم تتصدى للمناخ اللي كان يتعزز شيئا فشيئا، مناخ الإرهاب، واللي كان معناها أذكر جيدا أنه معناها رئيس حركة النهضة كان يتحدث على أنصار الشريعة اللي اليوم بقدرة قادر تحولوا إلى قوة إرهابية، كان يتحدث أنهم هذب أبناء تونس، وكان يعتبر أنه هذا اندفاع الشباب، وكان أصلا معناها أنصار الشريعة يذكرونه بشبابه. لكن سي كمال هنا ما تلاحظش أنه الخطابات التصعيدية هي اللي مشأنها أنها تخلق إرهاب؟ لا لا لا. وتخلق مناخ الاغتيالات. إذا كان راشد الغنوشي من الأول يصرح أنه الأولاد هذوما أو أبناء الشريعة هما مش أبناء الشعب، ويلزم نتقبلوهم ويلزم ندمجوهم في الشعب، هذي راهو تولي هوني معناتها هوني تولي تصعيد. إيه أما التساهل إلى درجة التواطؤ وطلق العنان، وعنان يطلق فهمتني معناها الناس تحت كر الجوامع وتنصب وتعين، والصراع حتى كان مفتوح راهو بين المجموعات هذه وبين حركة النهضة، وكان معناها تساهل مريب إلى درجة أنكم تذكروا كل حدث معناها السفارة الأمريكية والنتائج اللي انجرت عنها. والحقيقة أنا كما أشرت راهو المسؤولية هذه اللي تتحملها الحكومة بصفتها حكومة، يا أخي شكون المسؤول على الأمن؟ شكون المسؤول على أمن الناس؟ شكون المسؤول على صحة الناس؟ شكون المسؤول على مصالح الناس؟ وشكون المسؤول على حياة الناس؟ راهي الأمن ووزارة الداخلية الحكومة مش من مصلحتها يظهر أنها توا تكون في وقتها وفي عادة تكون فما اغتيالات. أنا سألت قلت لك لمصلحة من تمت عملية الاغتيال في توقيتها وفي أبعادها. مصلحة شكون؟ راهو المصلحة قضية نسبية، شكون المستفيد؟ بقدر ما الخاسر الرئيسي هو الشعب التونسي في درجة أولى، والمستفيد أنا تقديري المستفيد هو اللي يحب يأبد السئد، هو اللي يحب يلجم
صوت شكري بالعيد، وهو اللي يحب يلجم صوت البراهمي، وهو اللي يحب يلجم أفواه التونسيين الكل باش مولي حتى فما موجب، وفما حتى مجال الاحتجاج، وفما حتى مجال للدفاع عن ثورة الشعب التونسي، لأنه الثورة معناها أخذت منحة كبير في الالتفاف وإلى غير ذلك. طيب اليسار تم استهدافه في مناسبتين، حسب رأيك اليمين مستهدف هو كذلك؟ الحقيقة اليسار مش في مناسبتين فقط، مؤخرا إثر اغتيال الشهيد محمد البراهمي استشهد مناضل ثالث من جبهة شعبية. نقصده على الأخيرتين اللي خذت يعني أي محمد المفتي بعدهم، محمد المفتي بعدهم بعد البراهمي أثناء معناها مسيرة ضد الاغتيال السياسي تم استشهاد فهمتني معناها محمد المفتي، وراه الاغتيال ما طارش كان سياسيين وما طارش كان اليسار، معناها كما كان في الفيتيار أشار سي عبد الباب الهاني للأئمة، راه حتى الاغتيال طال الجنود وطال المؤسسة العسكرية، وربما المجازر بلغت ذروتها مع أبناء الجيش التونسي. وفي كل الحالات وفي كل الحالات المسؤول الرئيسي في أي حكومة في العالم صحيح معناها يتنجم يكون الاغتيالات قضية تشد في العالم الكل، أما راهو في العالم الكل أول من يتحمل المسؤولية هي الحكومة، وتخرج بجرأة وشجاعة، تخرج بجرأة وشجاعة تقول أنا نتحمل المسؤولية، مش لحدود هذه اللحظة، حدود هذه اللحظة ما خرجتش تحملت مسؤوليتها، بل بالعكس أنا نعطيكم هاي معطيات. عندنا سي محمد أمين القاسمي، هذا اختفى عنده تو 4 أيام من سجن المرناقية متورط في اغتيال محمد البراهمي. عندنا سي محمد علي العروي المتحدث باسم وزارة الداخلية أشار إلى أنه تسريبات للتحقيقات في ملف اغتيال شكري بالعيد وقع تسريبها، والسي دي اللي فيها التحقيق معناها شدت عند الإيقافات الأخرى اللي صارت في الوردية في معتمدية بن عروس. معناها الحقيقة فما لخبطة كبيرة، شنو معناها تحقق مع في ملف متاع اغتيال وفي نفس الوقت الجونات اللي هما البرة عندهم معناها الملف، علاوة لأنه مسخرة اغتيال الشهيد محمد البراهمي بذات المسدس وبنفس العملية وفي الصباح الباكر وبنفس الدراجة، وفهمتني القتلة معناها مازالوا فهمتني معناها يعني هنا تجي مسؤولية الحكومة ومسؤولية وزارة الداخلية اللي لم تتحمل مسؤوليتها بدرجة أولى في قضية الملف. طيب هذا في قضية حسب رأيك سي محمد ضياء، مسؤولية أو لمصلحة من يتم هذه العمليات الاغتيالات السياسية، وهل من مصلحة الحكومة أنه في عهدها في وقتها أنه يتم اغتيالات في وقتها؟ في البداية في البداية ماذا بي نأكد على موقف التيار الديمقراطي في المسائل هذه، ومطالبة الحكومة بالتسريع في التحقيقات وبكشف أين وصلت هذه التحقيقات، باش معش نسمعوا برشا كلام متاع البعض من صديقنا، معناتها هو عنده الحق لأن ممكن الشخصية الوطنية ذو شخصيات وطنيتين تم اغتيالهم وما زلنا ما نعرفوش شكون اللي قتلهم. المطلوب من الحكومة اللي نشاطره اللي الحكومة مقصرة مش كان في الملف هذايا، مقصرة في برشا حاجات، الحكومة هذه نجم نعتبرها فشلت في كثير من الملفات، وهذا موقف التيار واضح معنا فيما يخص الحكومة هذه، نعتبرها مقصرة وفاشلة في عدة ملفات، وكنا دائما نطالبها بتطبيق القانون على الجميع، ونعتبر اللي برشا بلبلة حاصلة حاليا نتيجة تردد الحكومة هذه في تطبيق القانون على الجميع، لأنه هيبة الدولة اللي يحكوا عليها الناس كلها راه يلزم تطبيق القانون بدون تجاوز للقانون، لكن راه ما تمشيش الأمور بدون تطبيق القانون. سي محمد ضياء، هل في ظل حكومة أخرى نجم نشوف اغتيالات سياسية؟ هذا اللي قلته لك في البداية، معناها حد ما ينجم يمنع شخص باش يقتل شخص، الاغتيال راه ما ينجم ديما يصير، خاطر في الاخر الدولة ما تنجمش تحط حارس على كل شخص، لكن مسؤولية الدولة او مسؤولية الحكومة مسؤولية الحكومة هي حماية المواطن ومحاربة الجريمة اذا كان اعتبرناها جريمة، لان ما ننسوش ديما راهو الوضع العام للبلاد، تونس بعد ثورة في وضع
هش، مازال هش إلى حد الآن. مؤسسة الدولة مازالت في طور البناء. المؤسسة الأمنية تضررت برشا، نعرف المؤسسة الأمنية اللي كانت معناها قبل 14 جانفي، ونعرف موقف الشعب التونسي كلها من المؤسسة الأمنية هذه، مازالت لم تتعافى بشكل جيد. برشا إصلاحات ما نعرفوش وين وصلت الإصلاحات هذه في حكومة الباجي قائد سيبسي، سمعنا على إصلاحات في الحكومة الترويكا هذه، سمعنا على إصلاحات، ما نعرفوش الجهاز هذايا، وبدت برشا حكايات على أمن موازي ولا إلى آخره. أكيد في ذهن المواطن كي يسمع، خاطر المواطن بكثر الكلام اللي تسمع يشك في كل شيء، يولي دونك الوضعية ما عنده ثقة في اللي يتلقى، مش عنده ثقة، أما يولي ينجم يصدق حتى ولو خبر معتها تم نشره لإثارة البلبلة ولا للتشكيك ولا كذا، ينجم يلقى مصداقية عند الناس، لأنه ما ينجموش يعرفوا ما فهم. وهذا نرجع مرة أخرى نعتبر اللي فما نوع من التقصير زاد من الحكومة في 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 توضيح الأمور. والخطأ الكبير للحكومة حسب رأيي إنها منذ البداية لم تصارح الشعب التونسي بالصعوبات اللي تواجهها، أمنية واقتصادية وإلى آخره. كيفاش نجمو أو كيفاش شنو لازم يصير باش نحميو السياسيين من هذه الاغتيالات؟ حماية السياسيين، سياسيين أو مواطنين، حماية السياسيين باش معاش راهو اغتيالات في تونس، حماية السياسيين هي جزء من حماية المواطنين، وحماية المواطنين تتطلب الشرط الأول والرئيسي هو إشاعة مناخ من الاستقرار، الاستقرار السياسي والاستقرار الاقتصادي. والشرط الرئيسي أيضا في إشاعة المناخ الأمني هو أن يكون أمن جمهوري، والمؤسسة الأمنية ما يزمش تكون خاضعة للتجاذبات السياسية، لأنه لاحظوه اليوم معناها ما عادش خافي أنه فما تجاذبات سياسية كبيرة داخل المؤسسة الأمنية، وحتى النقابات الأمنية اللي تدافع باستماتة من أجل حقها في الأمن الجمهوري أشارت أكثر من مرة أنه راهو البلاد فيها معناها البلاد راهي ماشية للهاوية، وراهو البلاد أمنيا فما مناخ متاع إرهاب معناها قاعد ينتشر. وربما عندي النقابة الأمنية مؤخرا كشفت أنه محضر استنطاق صابر المشرقي تم تسريبه وإيقاف الحكيم وزين، معناها هذا صابر المشرقي استنطقوه والمحضر الاستنطاق متاعه فهمتني معناها موجود في الخارج. إذن راهو حماية السياسيين وحماية الأمنيين لابد أنه البلاد الكل تكون معناها يفرض فيها الأمن، وراهو فرضان الأمن ما هوش بالقمع، وفرضان الأمن ما هوش فهمتني بالعنف، وفرضان الأمن راهو بإجراءات بسيطة تطال المستويات الكل. راهو مثال إجراءات بسيطة تطال المستويات الكل في الجوانب المعيشية للمواطن. راهو المواطن من يجي يشعر بأمنه إلا ما يشعر اللي هو معناها حتى في بطنه معناها شبعان. حتى في بطنه شبعان، خطر راهي الوضعيات هذه هي اللي تشيع معناها السرقة وتشيع فهمتني الجرائم، وتخلق المناخ بصفة عامة، مناخ التهريب اللي هو ذاته معناها ولا بوابة لإدخال السلاح وإخراجه من البلاد. والاستقرار السياسي، الاستقرار السياسي هو الضمانة وهو صمام الأمان الحقيقي، وهذه مسؤولية كل الأحزاب كمان، وهو صمام الأمان الحقيقي، مش كل الحكومة، هذه مسؤولية المعارضة والحكومة وكل الفرق السياسية. الاستقرار السياسي هو صمام الأمان الحقيقي لحماية الفاعلين السياسيين وحماية المواطنين. إذا ما فهمش استقرار، إذا ما فهمش استقرار راه ما فهمش أمن، وإذا ما فهمش أمن راهو المؤسسة الأمنية باش تظل على الارتباك هذا، والمؤسسة العسكرية هي ذاتها باش تظل على الارتباك هذا، باش يبقى فهمت الاغتيالات السياسية تبقى موجودة. ونحن في الجبهة الشعبية معناها مؤخرا الناطق الرسمي للجبهة الشعبية حمل همامي أشار أنه هناك رموز من الجبهة الشعبية معرضين للاغتيال، وتم نشر القضيه هذه وبالاسم وشكون فهمتي معناها فما تهديدات، وفما تصريحات اخرى تقول اللي زاده فما من جهه اليمين، لكن نقعدوا ديما في المؤسسه الامنيه والخروقات هذه اللي تطال المؤسسه الامنيه في من شانها انها تخلق مناخ الاغتيالات او لهذا الكل. باش نشوفوه مع السيد ماهر زيد خبير امني وصحفي استقصائي. اهلا وسهلا بك سي ماهر. سي ماهر تسمع فينا؟ تخلق مناخ الاغتيالات.
لو تسمح سي ماهر اسمعني كان من الجهاز التلفاز على خاطر الصوت نتاعك يعمل صدى. سي ماهر طيب سي ماهر حاضر معنا؟ نسمع فيك. نعم اهلا وسهلا بك سي ماهر زيد. وبيك بارك الله فيك. المؤسسه الامنيه ولا الاختراقات او هات نقولوا التسريبات اللي تصير في المؤسسه الامنيه ما شأنها انها تخلق مناخ جدي وجدي جدا للاغتيالات السياسيه، شو تعليقك استاذ ماهر؟ نعم هذا كلام صحيح، هذا كلام علمي، هذا واقع. هذه ليست مجرد اتهامات، هذه حقائق اعترف بها الوزراء، وزراء الداخلية المتناوبون على الوزارة، ابتداء من السيد علي العريض اللي صرح في أكثر من مناسبة أن هناك أفراد ومسؤولين سامين داخل الوزارة يقومون بتسريبات ويتعاملون مع جهات داخلية وخارجية من أجل إرباك الوضع في البلاد. ثم في مرحلة ثانية عندما تسلم السيد بن جدو مقاليد الوزارة صرح مؤخرا واعترف بأنه هناك ضباط سامون في وزارة الداخلية يقدمون خدمات لفائدة جهة داخلية وخارجية من أجل إرباك الوضع الداخلي والتشويش على عملية الانتقال الديمقراطي. وقت يطلع علينا وزير داخلية يقول اللي عندي تسريبات واللي عندي اختراقات في المؤسسة الأمنية متاعي، كيفاش نجموا كخبير امني كيفاش نجموا نعالجوا هالمساله هذه؟ خاطر المساله خطيره جدا. نعم في تقديري شخصيا انا اعتبر انه عمليه البناء الان، بناء المؤسسه الامنيه من جديد وعمليه الاصلاح لم تنطلق انطلاقا صحيا كما يجب، بحيث انه الوزراء المتناوبون على الوزاره يحاولون الترقيع والتلفيق عوض الهدم والانطلاق في عمليه بناء علميه من جديد. فالوزراء الان وابتداء من علي العريض في مرحله سابقة يعني يعالجون الوضع الأمني بنفس رجال العهد البائد، يعني يحاولون الإصلاح بأناس مفسدين، أناس متورطون في الفساد المالي والإجرام السياسي. هؤلاء القادة الأمنيين طبعا ليس كلهم، أنا لا أعمم بالتأكيد، ولكن هؤلاء الناس في أعناقهم دماء تونسيين، في أعناقهم مليارات منهوبة من الأخوات التونسيين، وبهؤلاء الأفراد يريد السادة وزراء الداخلية يعني الانطلاق في عملية الإصلاح وعملية التطهير. يعني هذا نوع من التخريب، نوع من التشويش على عملية إنجاح الثورة. طيب نظرا لضيق الوقت باش نستغل وجودك معنا عبر الهاتف باش نسألك على هل يمكن أن نقول أنه هناك سياسيين متورطين في ملف الشعامبي؟ سامحني أودي سؤال أستاذة. هل يمكن أن نقول أن هناك سياسيين متورطين في أحداث الشعامبي؟ سياسيين بالتأكيد لا كأفراد، ولكن جهات سياسية وارد جدا، جهات سياسية مرتبطة بجهات أجنبية وأجندات أجنبية من أجل إفشال الثورة وإفشال عملية الانتقال في تونس نحو الدولة العصرية، من خلال تحقيقات ميدانية ومن خلال تسريبات ثابت الآن علميا بأن الموجودين في جبل الشعامبي ليسوا فقط من حملة الجنسية التونسية بل من حملة جنسية دولة جارة، وليس هذا فقط بل إن حملة الجنسية الدولة الجارة هذه هم الذين يشرفون على التونسيين ويسمون أنفسهم بين ظفرين بأمراء جبل الشعامبي، هم معروفون لدى السلطات الأمنية بالاسم وبالكنية. فبالمناسبة نتساءل مرة أخرى لماذا لم يتم استدعاء سفير هذه الدولة الجارة، ومش بضرورة مساءلته ولكن على الأقل دعوته إلى فتح تحقيق مشترك جدي في هذا الموضوع بعدما ثبت بالدليل تورط مواطني دولة أجنبية. ولا نريد أن نفصل، لا نريد أن نقول بأنهم إرهابيين أو هم عملاء لأجهزة هذه الدولة، نتحدث عن الإطلاق، وهم من حملة جنسية دولة أجنبية، فيفترض أن تتحمل هذه الدولة التي تقول منذ أشهر أنها تنشر أكثر من 11 ألف جندي على جهتها من الحدود أنها تتحمل جزء من المسؤولية، فكيف يصح أن يتسرب بضع عشرات من حملة جنسية هذه الدولة إلى جبل الشعامبي وهي تنشر في نفس الوقت ما يقارب 11 ألف جندي على حدودها؟ طيب اليوم حسب تصريح السيد علي العريض رئيس الحكومة تم يعني تصنيف أنصار الشريعة كتنظيم إرهابي، هل هذا التصريح من شأنه أنه يخلق أزمة جديدة في البلاد؟
بالتأكيد بالتأكيد. كل عمليات القمع في العالم ليس محليا فقط، كل عمليات القمع تبدأ بهكذا إجراءات بالضبط. أنا شخصيا على الأقل كإنسان كمواطن تونسي أعيش بمشاعر وبنفس المشاعر والخواطر التي عشتها سنة 1991 مثلا في شهر مارس عندما ظهر على شاشات التلفزيون عبدالله القلال وزير الداخلية في عهد المخلوع وأعلن أنه حركة النهضة هي حركة إرهابية وحركة النهضة يعني تخطط لعملية انقلاب وحاولت الانقضاض على الحكم. في ذلك الشهر تحديدا تم هذا الإعلان، بعدها بشهرين تم حل الاتحاد العام التونسي للطلبة اللي هو ذراع الطلابي لحركة النهضة، بعدها بشهر تم منع صدور جريدة الفجر وهي لسان حال حركة النهضة. هكذا تبدأ الإجراءات القمعية عادة، تبدأ بحل التنظيم أو تصنيفه كمنظمة إرهابية ثم تتبعها إجراءات ثانوية، ثم في مرحلة أخرى بعد سنة أو سنتين تمر العدوى وتمر العملية الجراحية لمعالجة تيارات أخرى أو تنظيمات أخرى. عام 91 كانت حركة النهضة، عام 93 كان التيار القومي وعلى رأسه البشير الصيد، عام 95-96 بدأت الحملة على اليساريين، في الألفينيات كانت الحملة على الحقوقيين بصفة عامة، أواخر الألفينيات كانت الحملة على السلفيين وهكذا. بصراحة الآن نحن نفتح صفحة جديدة، صفحة يعني قاتمة من تاريخ تونس السياسي المعاصر. نحكي وإن شاء الله في نوعدك ونوعد السادة المشاهدين أنه الحلقة القادمة من رجع السادة باش نخصصوها في هذا الإطار أنصار الشريعة والإرهاب المتفشي في تونس. إن شاء الله تكون حاضر بحضرنا سي ماهر زيد خبير أمني وصحفي استقصائي، تعطينا أكثر تفاصيل وأكثر حقائق معك في الحلقة المقبلة. نرجع لكم سيدتي سادتي باش نرجعوا كما شفنا آراء السياسيين في الاختيارات السياسية، يعني آراء المواطنين كذلك في الاختيارات السياسية. بعد نكمل مع ضيفي باش نحكيوا على بما أننا وصلنا نحكيوا على أحداث الشعام بالقصف اللي رجع منذ يومين تقريبا يوم في جبل الشعابي، كذلك تداعيات هذا القصف، والجزء الأخير من حصتنا باش نحكيوا فيه على الأسبوع الرحيل وتداعيات وكذلك حكومة انتخابات مع سي محمد ضياء الدين بن عمر وكذلك سيد كمال العمر. سيدي نمشيو نشوفوا ريبورتاج الموالي بعد نرجع لكم. استأنفت عناصر الجيش الوطني عملية القصف الجوي والبري بجبل الشعامبي للقضاء على المجموعات الإرهابية المتحصنة بالجبل. الناس هذه تعمل في اعتصامات في تونس وكذا ويقول لك حير تونس ما ادري شنو، فهمتني؟ نحن لا علاقة به، فهمتني؟ في تونس هذين نحن ما نجموش نمشي، نحن ناس هنا تبات بليش ليل ونهار القصف وندافع تضرب ما بين الجبال الزوز، فهمتني؟ اللي دعم والإرهاب واحد، فهمتني؟ قاعدين تتوج جماعة الإرهاب هذه تمول فيها الشعب ملطة، فهمتني؟ كي جات الدغور كي جات فوسينا من ظهر، فهمتني؟ الناس كلها مول فيها، فهمتني؟ بالماكلة، فهمتني؟ واشترها اشترها ولاد بليد، فهمتني؟ اللي كونوا هم يعرفوا جبل هذايا، فهمتني؟ خاطر مش بيجيك واحد من برا تزيري ولا مغرب ولا من اي بلاد اجنبيه من برا باش يعرف فيك جبل الشعامبي، مستحيل هذه باش يقول باش يعرف جبل الشعامبي، فهمتني؟ كجبل الشعامبي كجبل السمام مستحيل باش يعرفوا، خاطر ولاد بليد هم اللي يعرفوا البلاد هذه، فهمتني؟ اصوات المدافع والقصف الليلي مثل مصدر تذمر متساكني ولايه القصرين وقريه بولعابه التي تقع بين جبل الشعامبي وجبل سمام. منطقه بولعابه تقع يعني باش نحب نوضح يعني راي بين زوج جبال، شعامبي يبعد عليها حكايه 800 متر وسمامه تبعد عليها حكايه 500 متر، يعني هي جت في الميليو في الوسط، فهمني؟ نرجع نقول لك بالنسبه لنا كاهالي، ثم شباب ثم بنات، مره ولا خفنا وولت اقاويل وبرشا اقاويل، شيء صحيح وشيء ماهوش صحيح، اشاعات. ثاني كي شفنا الامن وشفنا وزاره الامن تخدم يعني سوى والحرس سوى الاعوان الجيش سوى الناس الكل تخدم حركيه 24/24، موجود الجيش موجود الحرس، الاقاويل ياسر شدينا ما شديناش كما تونس الكل. مي اللي يعني نوضحوه اللي حاجه واحده ان متخوفين منها، يعني في الليل تصير عمليه تفهمتني ولا لا تاع تمشيط اللي فجاه في لحظه تجي وحدات جيش وحدات الحرس اللي نحن نخافوا نقولوا مادام جوا راه فما حكايه راه فما كذا فما كذا، مي امنين الحمد لله. الناس كل ولد عايش الكل في رعب وخوف، من الواحد من الكرطوش ومن الواحد اي انسان ما عادش في الليل ما عادش ينجم يتحرك حتى من دارهم حتى من الضوء اللي هو في الشوارع، ما عندناش عنا امبوله واحده ولا مازوت في الشارع كامل عنا امبوله واحده، حتى واحد باش يخرج في الليل يخاف على روحه حتى من الحيوانات مفترس. الارهاب خلف خسائر ماديه فادحه لاهالي القرى المجاوره لجبل الشعامبي الذين يعتبرونه مورد رزقهم ومتنفسهم الوحيد منذ القدم. مش حتى صالح يعني
الناس كل مشت والناس كل خسرت. ثورة زادت القليل تردم، ما عادش عبيد كل، ما ثمش حتى واحد رابح من هنا، لا ما لا ما الرهيب لا ما الثورة لا ما حد شيء. خاسرين في الاخر، خاسرين الناس كل. وضعية اجتماعية متردية وتهميش منذ عشرات السنين، وعمقت أزمة المتساكنين آفة الإرهاب الذي قذف في قلوبهم الرعب وأدخل الاضطراب لدى أهالي القصرين. نسمعوا في الضرب ونخافوا، وما في حماية الجيش ما نخافوش، نرقدوا لبيس وما بشوي يضرب حدانا من هكا ومن هكا. وما خاطر أنتم توا بحذاكم جبل، معنا جيران الجبل أنتم. حدانا الجبل قريب لنا خلاص، وين يضرب الكرطوش نسمعوه، وظلت الزلزال مرة عمر تحل الشبابيك نتاع البيوت من الضرب، وربي يستر. لا كاميرا، ما عنديش زوج في الدار وما عنديش ولد كبير، نخاف في الليل نلم صغيراتي ونسكر بيبي على روح، وثما اللي ما يخافش مطمنة براجلها مطمنة بخوها، فهمتني؟ فينا اللي يخاف وفينا اللي ما يخافش هانو مطمن. جبل الشعامبي ومحيطه أصبح منطقة عسكرية مغلقة وكل التحركات فيها حذرة، مما زاد من استياء الأهالي والسكان باعتبار أن الإرهابيين يعدون على أصابع اليد، وبإمكان وحدات الجيش القضاء عليهم في أقرب الأجل. أحداث الشعامبي والقصف المستمر وتخوفات الأهالي في هذا المجال، كسياسيين سي محمد ضياء الدين، كسياسيين كيف يتم معالجة هذه القضية وملف الشعامبي اللي هو ملف شائك جدا، تواصل القصف إلى معناتها منذ أشهر، مش أشهر لا محالة، منذ أسابيع وإلى الآن ما زال الملف غامض جدا. الملف غامض صحيح، لكن الشيء الأكيد اللي قاعدين نسمع فيه اللي الجيش القوات المسلحة معتها كثفت من عملياتها في جبل الشعامبي وحتى في المناطق المحيطة يظهر لي من جبل الشعامبي، وسمعنا اللي تم إلقاء القبض على بعض الإرهابيين وتم قتل بعضهم إلى آخره. الأكيد اللي طبيعة المنطقة وعورة المنطقة تخلي العمليات طول زمنيا، كيف كيف ربما كنا نسمع في الخبير الأمني منذ حين معناها يحكي على اللي جارتنا على الحدود هذيك ممكن فما بعض الاختراقات على الحدود، ربما هذيك إذا كان صحت باش تصعب الوضعية، إذا كان عندك معناها ناس يدخلوا يخرجوا على الحدود وربما يتمتعوا بتغطية معينة ما نعرفوش، لكن أكيد حسب ما قاعدين نشوفه معناها نوعية العمليات تغيرت خاصة مع التغير اللي حصل على رأس قيادة الجيش. ماذا بينا ما تطولش ياسر العمليات هذه، ولو أن نتفهموا صعوبتها، لأنها البلدان اللي ابتليت بالإرهاب معناها، خطر الإرهاب صعيب راهو اجتثاثه لأنه يتطلب علاج من عدة جوانب، مش العلاج الأمني فقط، العلاج الأمني راهو ما يحلش المشكلة. وقت اللي نسمعه لا، العلاج الأمني ما يحلش المشكلة، خطر شفنا دول متقدمة، شفنا الولايات المتحدة، شفنا برشا دول إمكانياتها المادية والعسكرية والمخابراتية ضخمة مقارنة بتونس مثلا، وعجزت على معالجة الحالة هذه، لأن علاج مشكلة الإرهاب إضافة بطبيعة الحال للعلاج الأمني والعسكري والاستخباري إلى آخره، فما جوانب أخرى اجتماعية، البيئة الحاضنة للناس هذوما اللي يغذوا بشريا في الجماعات هذه، ربما عدم غلق الباب أمام الناس هذوما للرجوع عن وبعض منهم للتوبة إن صح التعبير والعودة إلى الحياة الطبيعية والتخلي عن بعض الأفكار هذه، ربما على خاطر الجماعات هذه راه في الغالب تكون مرتبطة دوليا بجماعات أخرى، هو تنظيمات ماهيش تونسية، راه المجموعات هذه كنا نسمع توا اللي معناتها فما توانسة وفما أمراء ممكن من الجماعات هذه، لكن كي نسمع سي محمد ضياء أنه فما تورط جهات سياسية باش ما نقولش أطراف سياسية أو سياسيين في هذا الملف، هل مش أنه يعمق الأزمة بين السياسيين ولا صعيب باش نقولوا الكلام هذا؟ اللي باش يقول الكلام هذا لازم يكون عنده معلومة صحيحة ومتأكد منها، خاطر إطلاق الوضع ما عادش يستحمل برشا إطلاق كلام في الـ في الـ في الـ
ما غير لكن هذا قاعدين نشوفوا فيه توا يوميا على خاطر كلام خطير تنزل ينجم يكون راه يعمق الازمه حتى بين المواطن والسياسيين. ينجم يكون فما جهات سياسيه تدعم والا مساهمه ولا لها يد في العمليه هذه، لكن شخصيا على الاقل ماذا بيا نتمنى لما فماش في تونس الشيء هذايا، لان خطير الكلام هذايا، وطالما ما فماش حاجه معناها دليل مادي واضح او ماذا بينا ما نهولوهاش للمسائل هذه. مضطر باش نصدق روايه الجهاز الامني في نهايه الامر حكم ما فماش معلومات اخرى دقيقه، او دونك الجماعات هذه جماعات إرهابية متطرفة اللي في جبل شعامبي لها ارتباطات بدول خارجية، فما تسهيلات قاعدة تتمتع بها من ربما تستغل في شبكات التهريب وإلى آخره، لأن منطقة جبلية والتهريب فيها راهو قديم برشا، معناها مش في التو بعد الثورة ولا حاجة، لا المنطقة هذيك معروف الحدود كلها المناطق الحدودية ديما يصير فيها تهريب، معناها عمرها ما الدولة التونسية ما نجمش تقضي على التهريب هذايا، في بعض الأحيان تتغاضى عليه وبعض الأحيان متورطة فيه نظام سابق ربما في بعض طيب شبكات. طيب شطح عليك سؤال هو نفسه السي كمال، لكن اتهام جهات سياسية طيب شخصيا ما نتمناش، معناها ولو أنه ينجم يكون صحيح. أي سي محمد فما بعض الحقائق الخفية اللي خايفين أنه نصرحوا عليها باش ما تصيرش فوضى في البلاد، يعني أكيد الوضع ما تشوفي معناها الناس كلها تشوف الوضع، ولو أن غالبية المواطنين راهم ما همش معناها متأثرين برشا بحالة الاستقطاب والحشد الميداني مؤخرا اللي صاير، وشفنا حتى في الحشود كسوا من جبهة الجبهات أو جبهة الشرعية أو جبهة الإنقاذ، معناها المواطن ما نساقش وراء الدعوات هذه ورغم التحشيد وإلى آخره، لأن المواطن تونسي ذكي ويعرف اللي البلاد يلزمها استقرار، لكن استقرار مش بأي ثمن. أكيد مش عاجبة برشا حاجات، ممكن بعد تو نحكوا على أكيد الموضوع هذا بتفصيل أكثر أكيد، لكن أكيد المواطن التونسي ماهوش منساق وراء حملات التجيش من الطرف هذا ولا طيب الطرف هذا. سي كمال، ضرورة التكتم أو التصريح بمعلومات يمكن أنه توضح للرأي العام ما صاير الآن في أحداث الشعب، يعني هل من الضروري أنه نوضحه أو نتكتمه في خاصة في ظل الأزمة اللي تونا عايشوا فيها، وهك شفت في الغوبورتاج العديد من السكان اللي خايفين اللي عايشين حالة رعب اللي ما نجموش حدا يرقدوا، إذا كان نزيدوهم معلومات أو تسريبات يمكن نزيدوا نأزموا الوضع. لا هو يعطيك الصحة، معناها شوف أنا الريبورتاج عجبني، فيه نجم نستخلصوا منه حاجتين. الحاجة الأولى عبروا عليها المواطنين اللي هي المخاوف الأهالي وحالة الذعر اللي عايشينها، وهذيك على فكره راهي القصرين مدينه 8 و9 و10 جانفي وقت معناها مدينه العشرات من الشهداء نصيبها بعد الثوره يكون معناها الرعب والذعر والمزيد من التفقير. والحاجه الاخرى في الفيتيار هو اللي الخلاصه الاخيره، معناها قال لك المواطنين يتسائلوا الارهابيين يعدوا على اصابع اليد، وإلى حدود هذه اللحظة ما نجمناش نقضوا على الحالة هذه الغريبة اللي هي انطلقت منذ شهر ديسمبر. وأنا الحقيقة راه ما نتفقش مع الرأي القائل أنه ضرورة التكتم في الحالات هذه، لا بالعكس، راه الأنظمة الديمقراطية في العالم الكل راهي تنهج وتسلك سلوك آخر مخالف اللي هو مزيد تطمين الشعب وإطلاعه. راه الشعب التونسي من حقه أنه يعرف شنو اللي جاري في الشعامبي، لكن هناك حقائق أمنية تستدعي التكتم لتسيير المهمة الأمنية. توجيك الحقائق الأمنية يا أخي، الشعب التونسي ما يعرفش، لا في القصرين ولا في صفاقس ولا في البلاد الكل ما يعرفوش، ومش الأمنيين هما ذاتهم ما يعرفوش شنو جاري. تعرفش الأمنيين رشيد عمار خرج ما يعرفش شنو جاري في الشعامبي، شنو رشيد عمار تيماو فهمتني رئيس من جنرال ومسؤول أول فهمتني في المؤسسة العسكرية، خرج ما يعرفش. أنا الحقيقة راه التكتم المبالغ فيه يخلي التحليلات السياسية تمشي. يا أخي أنا حكومة وأنا اللي بيدي وزارة الداخلية وأنا تحت سيطرتي المؤسسة العسكرية، ما هو المانع لإطلاع الشعب التونسي على التطورات في الجانب؟ وثم حاجة اسمها راهي جرعات،
مش مطالبين نحن معناها انه يعطونا دفعه واحده ماذا يجري في شعبي. الحقيقه نحن مطالبين انه ناخذ معطيات. الى حدود هذه اللحظه فماش معطيات شافيه. معناها مره هاو يتدربوا في المنطقه الفلانيه، ومره هاو فهمتني معناها في المنطقه الفلانيه، وهاو ما نجمش نشدوهم. علاوه نحب نرجع الى هنا، هذوما كلهم تصريحات رامسي كده. تصريحات اي انا نحب نرجع، للحاله الغريبه هذه. راهي المخابرات الدوليه منذ اشهر اشارت وفق معناها بيانات مركزيه انه راهو فما حاجه تجري في الحدود التونسيه. المخابرات الجزائريه ايضا اشارت انه فما حاجه تجري في شعامبي. القوات الامنيه والنقابات الامنيه في تونس كانوا يلحوا دائما فما راهي حوايج قاعد تجري في شعامبي. لكن لهنا نراو انه فما تدخل خارجي ضمني في ملف هذا. اذا كان جهات اجنبيه تصرح منذ اشهر في انه فما معناتها فما نجم نستنتجوا انه فما تدخل خارجي. العمل الاستخباراتي اولا في تونس، الظاهره غريبه، تشعر وكانه ما فماش عمل استخباراتي. معناها لا عندنا امن شد الحدود ويعرف شكون دخل وشكون ما خرجش من القصرين، ولا عندنا 49 حارس حراس غابات يتسموا يخدموا مباشره تحت سلطه اشراف وزير الفلاحه اللي هو مسؤول من حركه النهضه سي محمد بن سالم. ال 49 هذو ما رفعوا حتى تقرير فيهم 49 حتى واحد ما اشار راهو فما حركه غريبه معناها قاعده تجرى في الشعامبي. عندنا العشرات من المعتمدين هذه استنادا على شكون يعني المعلومات اللي عندك هذه استنادا من هذه معلومات موثقه وموجوده معناها معروفه فما 49 حارس غابات. لا انه عدم رفع الملفات الى وزير الفلاحه. يا اخي كان رفعوا شنو المانع باش يقولوا راهم رفعوا فما حركه غريبه فهمتني في شعامبي. معناها الحقيقه تشعر مره اخرى فما تهاون في حمايه وامن المواطنين وامن الشعب التونسي. وتشعر معناها المسؤوليه نحن ديما راهو في الارهاب، شكون المسؤول؟ لوجوا على المسؤوليه، من المسؤول؟ مره اخرى راهو اللي غذى الارهاب واللي طلق العنان الارهاب واللي فتح انه تونس معناها تكون على شكلة السيناريو الجزائري. وانا شخصيا ما اعتقدش رانا ماشيين للسيناريو هذا، لانه الشعب التونسي قادر انه يمتص اللحظه هذه، والشعب التونسي عنده كثير من الحنكه، علاوه على انه المؤسسه الامنيه بصدد لعب دور مهم في القضيه هذه، وبالتحديد المؤسسه العسكريه. ومؤسسه عسكريه راني انا ما اتفقش مع راي التعيينات الاخيره ممكن باش تفيد الاوضاع. من قال هذا؟ فما حديث على انه المؤسسه العسكريه فيها تململ ورافضين التعيينات الاخيره اللي قام بها معناها المسؤول اللي هو فهمتني رئيس الجمهوريه، وهذا موجود نجم ترجعوا حتى للصحف اليوم. طيب معناها موجود. نحن مش السيناريو للمصري للجزائري، شنو تتوقع يكون السيناريو بتاعنا في قضيه الارهاب؟ كيف اللي كنت سي محمد بعد نرجع في قضيه الارهاب ولا في الاوضاع السياسيه الكل؟ قضيه الارهاب لا، الحقيقه انا نتصور اللي تونس باش تتجاوز الازمه هذه، ونتصور انه قادرين بفضل لحمه الشعب التونسي قادرين انه نتجاوزوا العقبه الصعيبه هذه، وقادرين انه نحاصروا الارهاب. وراه محاصره الارهاب يكون في جزء مستويات، يكون من فوق من الحكومه ويكون من تحت من الشعب. وفما استعداد كبير لمحاصره الارهاب من تحت، بقى لابد ان تكون هناك حكومه مسؤوله وتقوم باجراءات جديه في اتجاه محاصره الارهاب وتتحمل مسؤوليتها الرئيسيه والكامله في هذا الملف. طيب السيناريو المتوقع بالنسبه لتونس في ملف الارهاب؟ والله اولا ما نتفقش ياسر مع سي كمال فيما يخص المؤسسه العسكريه، لانه المؤسسه العسكريه التونسيه مؤسسه تعرفوا في الجيش فما الانضباط العسكري، فما لذا اللي كان يحكي عليه على التململ وتعيينات الاخيره والى اخره ما نتصورش اللي صحيح، فهمني، خاصه صدر تكذيب من وزاره الدفاع والى اخره. هذا نرجع مره اخرى اللي راهو المواطن يلزم الجهه المعنيه مثالش كي بصفه دوريه توضح الاوضاع وتعطي تصريحات كسوى وزارة الدفاع ولا الداخلية لغلق الباب أمام بعض الأخبار. ساعات تبدأ رأو فيها جانب الصحة ما يتم تضخيم جانب منها وإلى آخره، تحدث لخبطة معناها في ذهن الناس. ماذا بينا تواتر الناطقين الرسميين باسم خاصة وزارة الدفاع والداخلية وإلى آخره لتوضيح برشا أشياء لطمأنة الناس في المقام الأول،
ولتجنب برشا زيادات وبرشا معناها بهارات على الحديث فما ناس تحب ياسر نرجع للمؤسسة تحب تستغل ربما لدوافع سياسية برشا حاجات نرجع لسؤالك العسكرية لسيد محمد عبو الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي قال أنه التعيينات اللي جات على رأس المؤسسة العسكرية جات في وقتها وبارك التعيينات هذه يعني أحدثت الفارق. الفكرة شنو هي الفكرة اللي كي تولي